السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفين؟ كلشي بخير؟ احنا الحمد لله وفضل الله تعودت لكم نطلع للفور. الله يجزيكم بخير. وان شاء الله دابا غادي نوريكم شنو هو الفورك وغادي نوريكم بالضبط هذا ستاندين، غنشرح لكم كيفاش باش حتى الناس اللي غادي يهتموا به، حيت الفورك اللي طراه مزيان وخدمه احسن، لانه ملي كتدخل الوير هاوس تتكون شويه ديال التماره في الخدمه، ولكن ملي كتقطع الفورك تتكون بحال قلتي الفورك ليفت هي اسهل خدمه في الوير هاوس، ماشي اسهل ولكن بحال قلتي حيت تكون عليه تتكون سمحوا لي كتكون عندكم مسؤوليه كبر، ولكن في نفس الوقت التماره تقل، داك التماره اللي كتكون في الوير هاوس تتقل شويه بالفورك ليفت، لانهم كتضل كتبقى تهزي بالفورك ليفت وتحط داكشي ما تيكونش تعب بزاف. يلا هو نهزو هادي ونمشيو نحطوها في التريلر ونرجعو ونكملوها ونبقاو غادي ان شاء الله في فيو نعلمكم هذا وكاينين راه وباش تفهموا باش تعرفوا انه الفورك ليفت راه مزيان. انا فاش جيتهم علموني واحد جوج ماكينات هنايا، انا زدت لهم السيرتيفيكات ديالهم فهمتي، وهذوك الماكينات زوينين دابا نعلمهم لكم حتى هما ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين. الله فقط عشان فقط في آخر لحظة قبل ما نجي للخدمة باي كنت نبان الناس كاع بعدا لو سميت عندي شي بارتي هكا انا خصني نجيبو 4268. جبت شي بوردات شوف لي بي سي بورد جبت شي وحدين و هاد الصوت اللي تسمع دابا ديال هاد الماكينه تيفكرني بهذاك الصوت ديال البنايه في المغرب، كتكون عندهم هذيك اللعبه تينزل داك الصوت تاع السيما كنت تسمع لي هادي. غنطلع هذاك باش نربطو دوك لي بورد سي سي ونكملو.
هنايا فهاد البارك من سميتو من الوير هاوس كتسمى WP23. يعني فين كاين كاع لي بورد كارت الميرات كاملين ديال البرودويت لي تنخرجو. غادي نوقف سميتو انا زادوك السيسيات هادو غرطم البايس Lisa, I got it. Yeah, yeah. صافي دابا غنوريكم هذا ها انتم دابا هذا هو البولون ديالو ديما كتخدم به باليسر ديما كتخدم به باليسر وهذا هو اللي هذا هو باش تحكم بكل شيء يعني دابا انت شدتو هكا انت الى طلعتي غادي يطلع الى هبطتي غادي يهبط الى درتي لهذا هكا داك اللي كنت نخدم به فراونديز هذا كان تيدير ريتش كان تيخرج هذاك دوك السنينات وعاود يدخلهم الفورك وعاود يدخلهم
هنايا لا هنايا كيديهم بجنب و تيديه بجنب و ها نتوما هنايا هذا راه باين هذا ديال التلت مثلا الا زدتي شي حاجه ثقيله من غتهزها تيتدلى هو القدام تتعاود تلتين حتى اللوطات كيعدو شويه صافي هذا راه الضو هذا الامرجنسي ستار الا بتقطع عليه الضو تلقى وحده مثلا هرب بك وهنايا تيكون فيهم هذا السيستيم هذا ديال الرجل دابا هذا ها انت الا ما ورطتش على هذا الثاني دابا كاينين جوج هنا جوج ستيبس كاين هادي وكاين هادي الا ما ورطتش على هادي ماشي يزيد ليا هذا شتي الا ورطت عليها غادي يزيد و تاج هان يعني خص تو ستيبس هنا هذا هو السيكوريتي يعني مثلا بلا ما تبرك على هاد الامرجنسي الا كنتي غادي هكا وربي كيدير درجليك وتيفران شتي هو انت كطرمى منه ولكن دابا مع ما شادش كون شاد بيديا راه نهضر صافي واللي صعيب في هذا هو انتم غتشوف اللي صعيب في هذا علاش هذا ما تيكبوش فيه بزاف شي واحد راه تعلمت ليه حتى هو وديك الساعة غنوريكم حتى هو كيدير وغادي ندير لكم حتى هذاك الفيديو على دوك الجمة كلكم صافي عقلوا على هذا سميتو كراون ستان كراون راه ماشي الريتش هذا الريتش هو اللي كيخرج دوك جوج سنينات هذا ماشي كيخرج يعني الا خرج سن منه كنتي تعلى كثر منه كيستقل منه ولكن حتى هذا دابا تشوفوا شحال تيطلع انا نمشيو بيه دابا بالقدام المشكلة ما عنديش ما كاينش معايا شي حاجة باش نفتح الجو برو نمشيو بيه واش هاد التريلر كبير ولا صغير واش يدخل ليا يدخل ليا جوج باليطات غير في الاخرى شتي كيتسكى لك قدام حيت جوج باليطات تقال انا عارف دخلت وانا نحطو في الارض بيتين ندفعو دابا ولكن قبل ما نجي ليها كنت خصني ندير ليه ترونسفير باش ندير ليه ترونسفير من هاد باش نشعلو نجي ليه ترونسفير من هاد الوير هاوس الوير هاوس الاخرى من هاد لوزين الاخر
الطاق باش من وير هاوس باش نصيفطو للسيل ايست اون ندير لي اونتري هو عطاني اش من تريلر غادي نسكاني هاد الكود تاع التريلر اش دار هذا سي اي اون ندير دابا بروسيس صافي هو هذاك درت التحتاني هذاك الفوقاني تا ندفعو كاع فاش نكون خارج نسكاني الكود ديالو ونخرج نعاود نسكاني التريلر جهاز طاليطة كبيرة شوية وعالية ملي تكون باغي تطور خصك تطور بشوية باش ما تتقلبش ليك الله الاخوان الله فريسكم درت هذاك الوايد الالترا وايد باش يبان لكم مزيان لوزين كي داير وانت نبان انا كاع مديو فورمي زير الله طلعوا لي فريسكم ان شاء الله نتمنى الله هادشي اللي كنديروا مازال غنديروا فيديوهات اخرين على قبل مثلا كل فيديو غادي نخصصوا على مثلا هذا كيفاش تنيش كيفاش تحط كيفاش تهز داكشي باش التلميذ تمني ان شاء الله توصلهم الافاده المهم طلعوا لي فريسكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته